السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله هنقول على معلومة مهمة جدا ولازم كلنا نعرف. طبعا الفيديو اللي فات عرفنا كل حاجة وعرفنا عايزين نزود الوزن ازاي. النهاردة بقى أقول لكم ازاي تعالجي الكوكسيديا عند الفرخ، أو ازاي تتجنبي حاجة اسمها كوكسيديا عند الفرخ أو الإسهالات عموما. بصوا يا جماعه، اهم حاجه انا عندي المكان لازم يكون متهوي كويس. المكان لازم يكون يعني فيه شمس برضو، بس الشمس مش لازم تخش تتسلط على الفرخه على طول كده، لا، لان لو لقيت الفرخه الشمس على الفرخ متسلطه على طول ممكن لا قدر الله الفرخ يموت مني، لان الفرخ الابيض ده بالذات ملوش الشمس. بس احنا بنقول تهويه، يعني نص مثلا، ايه، النص يكون شمس ونص يكون ظل عشان ما يبقاش المكان كله شمس والفراخ تموت. دايما على طول نظافه باستمرار للفرخ. طيب انا عندي مثلا، ممكن الفرخ عندي مثلا يكون عنده اسهال لون بني او كوكسيديا اللي هي مثلا بيبقى فيها لا قدر الله حمار او الحاجات دي كلها، اعالجها ازاي؟ انا مش عايزه اجيب علاج من عند البيطره ولا عايزه اجيب اي حاجه ولا الكلام ده كله. انا عندي علاج كويس قوي برضو، وصفات طبيعيه، اللي هو ايه؟ الشيح. افضل حاجه تعالج بيها الكوكسيديا اللي الشيح على معلقه شاي، بعد ما اغلوهم كويس قوي اقوم عصر عليهم ليمونه وادي للفرخ. هعمل الموضوع دوت لمده 3 ايام ورا بعض. ده هيكون الفرخ عندك ما شاء الله كويس جدا جدا. بس اهم حاجه نظافه باستمرار وطهر بالجير.